وحول بهد محي ياهي مهد بو كام مدن ياهي إن أتكون مهديسو يو كام مدن ياهي مصيبة كسوحة تاكو قرد عدا أفر أرمو در توت با إلهي نادو قم مهديسا أي لازم تاهي بعد السلف باسدا ورنجري مصيبة الدنيا كو قرد أفر أرمو در توت با إلهي إن أتكون مهديسا أي لازم تاهي ومصيبة الدنيا كو الدنيا دان مصيبة دان كو قرد عدي هدا ميت كوين الله أن كو قرد فنن باكو مهدسان دك بالو غويي هدي علوش لغا سوري لا كور فربا كو جبتي هدي بيخدا دير لغا جبين لا كور علما كا دنتي انتو هدي لغا قادي لا كور ومع الوداد لغا راعيو ادغان لوغو درو سو الهي ما اود مسلم الدنيا هدا كو دحداي اي انت ليك ميد كوين الله ان كو اسيبين با مهتن لابو مصيبة الدنيا مد دينية الله أن كذبين بامهاتن إلا مصيبة الدنيا كوكو دعاء يا دي دين تلقا قال كور صدق مصيبة الدنيا كوكو دعاء إلهي الصبر كوكو إرزاقي يكأجر سيبا مهاتن أفر مصيبة الدنيا كوكو دعاء الله كوافجي إنا لله وإنا إليه راجعون بامهاتن سوى البال لكم مهاتن يعني مركو حاوي وبحمدك ما هذا أنا كله هن أم ملتمسا بحمدك مر والبيت تاجنتاي اللهم اغفر لي متفق عليه وعنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع وسجود النبي حكورن شري سجود يصير ركوع الصبوح إله واكين زهن عفكه فن قدوس طاهرا حمار ولا لقى طاهرة إلا ويني قدوس كأنه يتنزيه إيو إنه تعظيم يلا بدو والوقف سرع ولا اسم لها رب الملائكة والروح ملائكة الرب قيدها هي جبريل الروح جبريل كفسر جبريل قريبا الله شيء معايا إلي لفضله على الملائكة المقربين رواه مسلم صبوح قدوس رب الملائكة والروح ساسو أورنجري وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال حلو صبنه فأمر الركوع حديثكم قيب هرو لهايو وكي نبي وحول عبد عباس نبي وحول وحال لي قريبي إن القرآن كو أخري في الركوع والسجود قرآن هو كلام الله معظم ركوع ذا يسجود وخضوع يتذلل وكم وغضه إن لقلي لما ربه رسول وحود يدي إن قرآن كو أخري الركوع يسجود محايا إلي ركوع هو عبادة الله لقو وينينية سجود هو عبادة رب لقو وينينية وأنا حلق أضنك ألا أقوله وياي لكن ما دام قاب أي تهي أظنك أذل إنما أمه جنّي ربه أمه جنّي قرآنكنا كلام الله المعظم وياي ولا كاللحي صدرت شيء والباء وقرآنك اللي هو ينيني شرعون وسنسجون أويرين ولو دايا سؤاله كتابكم قال كايا له وحق الله في سلوا كاللحي لا بلوا يقولين وقمين تاكو قرآنك هذي من دول كورسار وقمين نبي محمد بعد ذي الركوع يسجد القرآن لو آخر يه سجود الركوع يا كقيمة بلان حلق إلهي اللي قد واوي إلهي اللي وينيني لكن ما دام هو قشطة هاي هي خضوع يتدل كم مغضو قرآن كنا كلام الرب قوي هاي ولا كي اللي حنية تعظيم قلتوا حسكم من رافين معلمين تأيضك قرآن كحنبارسا هلو يستاغو ما بنان تمسو بنان ما حد قال لي يا وهذا واحد هو بدع وهذا واحد ما هو اوكي بقول كيف بقول كواس انت غرزنا انو يا كو هذا جوج ما كو هذا جوج معي كو يالين يا غسيل خير ان شاء الله فامر الركوع انت اسو نبي مخويري فامر الركوع ثم هدي قران لسوق غين ركوع لو اخري اسو نبي الله ما حن سمينا فامر الركوع ركوع ثم فعظموا فيه الرب الهي كوينيه سبحان ربي العظيم دها اما سبح القدوس رب الملائكه والروح دها واما سجود ثم فاجتهدوا كدذاله في الدعاء الله بارغا فقمنون يا فقمنون بوال اخريه فقمنون الله حمدان يهي أما فقمن وحادود آنا أتهين أن يستجاب لكم إلا إذا أقبل الدعاء ذا يضع سجود إلهي كبر يدعى ذا كد ذا أما الركوع اللويني رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حويري
أقرب ما يكون العبد من ربي، أقرب ما يكون العبد من ربي. حلق أقوله ذا أذنك ربي أقوله وهذا وهو ساجد سوق سجود صنوي. حلق أذنك إله أقوله وهاي أذنك الله أقوله وأذنك دواني ومركز سجود سنتهي. حلو إله أذنك أقوله وهاينا وثلث الليل الأخير. حلق إله أذنك أقوله وهاي ومك ربي سود دقو. سمد سوق أسود دقو نسك دنبيها بينك. هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، إذن هل من مستغفر فأغفر له. أما الضوء ماذا حلق ربي أقوله ويهين ومركز سجود سيهين وحلق الله أسليه ده وهو فورطاء إلا واتكفى قاتل أسليه ده وده قوله ده مروب الله دعابده والعبادة يسبب يسو وده الضوء نممه وكسار ربي أقوله ده. أقرب ما يكون العبد من ربه حلق وأضنك أقوله ويه الله وحاوي وهو ساجد حلق سجود سيه. فأكثر الدعاء دعاء بضية الله بارك يتوق ماذا ربك هو يروح يصف عن أبريا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هل قاعد بلان قدرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده نبي سجود زحكو رنجري اللهم اغفر لي إله إيداف ذنبي كله ذنبي يدمانتي الله إيداف نبي ذنبي سوى الله دافي وحوي أفلا أكون عبدا شكورا وأضنمه هذول لقون نعمي أوحل بلقون سمي هدنا وإن موجسين الأضن تهي ربنا وبقر كاي هاي بس دقم فرس لوجد دقها نقوم بسماجي تهدي هدي هذا كل لقونا شيء لقون ما حد قاني نسكو هجاك جرى أبالك لقوق على أبال قدوي وشكري أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم اغفر لي ذنبي كله إله ذنبي قدمانتي حمانتي قدمانتي إيداف دقه كيس ير ذنبك كيس ير يوجله كيس وين وأوله كيس هوري ذنبك هوري وآخره كيس ذنبه وعلانيته كان موجية بناء عن كسمة يبرري فجاره يوسره كيس قرصونة عن هوس أسمي أنت والله يدف متكلم موجستي متكلم قرصدي ذنبك هوري كيس ذنبه متكوين يا متكير دقه لبا معون نقطة قليل يا صغير بوان نقطة شيء غير انه عربت وحكى لي قنان قليل يا صغير انه صمال هذا ما عندنا قليل يا صغير ما كلا صارك الصومالي انه افقرع وي وحدن يار يار ما كان نكون وحوي وحير يرتان بتغنانيس عند العرب قليل يا صغير باكل جره قليل وحكى سور جده كثير صغير وحكسه الجدة كبير وأكل سعنته. مر كان أورنا وحناه إن صغير ومت تنبور يري كبير ومت تنبور وين. لكن يري بيكوس الله فانيس. دقة والله معناك وجه دم بيجا فرب بدن. دقة ودم بيجا ير أما دم بيجا قرضا ير. يوجيله ودم بيجا بدن أما وين بيكون وجه لا بدها. جيله كثرة هي عظم ووطا. دقوا وحوتا قل إيو صغر بوتا لبدا معنو وتا رواه مسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.